وهنا عايز اقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي، وكلامي هنا لينا كلنا، للعسكريين والمدنيين، مهم قوي، مهم قوي انك انت وانت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة، انك انت تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة، ولا تطغي، ما بقاش فيه طغيان، ما بقاش عندك أوهام بقوتك اللي موجودة. أنا بقولها لينا كلنا، عشان يعني ساعات أسمع كده كلام يقولك مدام عندنا، يعني لا، أنت عندك عشان تدافع عن نفسك، عندك عشان تحمي بلدك، وعندك عشان تتعامل مع الظروف بعقل ورشد وأيضا بصبر. اوعى الغضب واوعى الحماسة، اوعى الغضب واوعى الحماسة تخليك تفكر أبدا بشكل تتجاوز فيه، وتقول في وقت من الأوقات ما كانش ممكن قوي، أو ما كانش لابد إن احنا نتجاوز كده. أوضح أكتر، اوعى أوهام القوة، اوعى او انتبه ان اوهام القوة تدفعك انك تاخد قرار وتعمل اجراء تقول بعد كده ان انا يعني ما كنتش دارس كويس، كنت مدفوع بغضبي، مدفوع بحماسة زيادة عن اللزوم. انا بقول الكلام ده للقوات المسلحة، وبقول الكلام ده لشعبنا المصري. احنا بنتعامل دايما مع كل الأزمات بعقل وصبر عشان نحقق كل شيء أو ما أمكن، يعني من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة أو القدرات. يعني كان مهم أوي أن أنا أقول لكم الكلمتين دول في المناسبة ديت، في المناسبة ديت، وبالمناسبة الـ يعني التطورات اللي موجودة في قطاع غزة.